مين وسيلة هنا؟ طول عمري ما بحبش الاسم ده اصلا، واللي كان مصبرني عليه انه اسم جدتي. كلنا حسامية؟ ما حدش فينا خالص دريان باللي بيحصل حوالينا؟ بنتك دلوقتي بقت بنتك. عرفت منين يا فندم العايد؟ ماشي يا هزيمة مدورة. هما التحاليل دي بتقول ايه؟ مش تتسند عليك، بتسند عليك على ولا حاجه. اللي تبيع عليه عشان شويه فلوس ممكن تبيع حتى جزء. انت بتكرهني كده ليه؟ عملت كده عشان خاطر انت تامن فايق. ليه ما بحبش حد؟ فعلا فايق. لو كنت بنام في حضنه حط دماغي على كتفه، جه اليوم اللي لازم اخلص منه قبل ما يخلص منه. كل اللي اقدر اقوله لكم درجاتي انا كنت واطيه معاكم قوي كده. انا ست شريفه وعمري ما خلت ابوكم. اللي حصل ده اسمه اختلاط انساني.